مفيش حاجة اسمها مهنة ما تناسبنيش كست. الست تقدر تشتغل في كل حاجة، تقدر تعمل كل حاجة. بقالي 3 سنين بشتغل فني تبريد وتكييف. انفصلت عن حياتي وكان معايا بنتين، ابتديت طبعا ان انا اشتغل، ما كنتش في بشتغل خالص، كنت دبلوم تجارة، ما كنتش كملت تعليم. ابتديت اول حاجة اعملها اقدم في التعليم المفتوح، وانا دلوقتي في تانية كلية تجارة تعليم مفتوح. وابتديت انزل شغل، اشتغلت مشرفة مواقع ومساعدة مهندس في اول كام شهر، يعني يكاد ان يكون بقيت تحت ايد المهندس على طول في المواقع، في 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 المشتريات، في 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 معظم الشغل في الشركة. وربنا بقدرني بقى ان انا احاول اشتغل، ان انا ابني بيت تاني، لحد ما ربنا اراد ان انا اقابل ايمن فني تبريد وتكييف. كان هو سايب مجال التبريد والتكييف من فتره كبيره، طب انت معاك ورق شركه وقديمه كمان، طب ما نفتح. فكان رافض لحد ما انا كان معايا حاجات كده بعتها وفتحت المكان. اول ما اتعلمت هو كان جايب 3 تكييفات، راح اشتريهم وجابهم، طلعوا 3 بايظين، دول اتعلمت عليهم. فبقيت انا اشوف بيعمل ايه واعمل في الجهاز التاني زيه، لحد ما بقى يروح ويرجع يلاقيني فك جهاز، يروح ويرجع يلاقيني شايله حاجه، وبقول له دي مش ما شهر كنت كل حاجه بيعملها بعملها زيه، لحد ما كان رافض رفض تام ان انا اطلع معاه شغل بره. لحد لما رحنا انا وهو في مره العميل وزوجته خرجت قالت لي احنا فخورين بيكم، لان انا وجوزي كنا كده، كانوا شغالين في التصوير وكانوا الاتنين بيساعدوا بعض وكانوا بيطلعوا اوردرات مع بعض. قالت لي فانتوا بتفكرونا بينا، كملوا هتنجحوا. هي المهنه انا دخلتها مش كنت حباها فدخلت فيها، ده مجال جوزي وعايزه اشجعه على قد ما يقدر ان هو يعلى في يرجع تاني زي الاول ويشتغل تاني زي الاول. شويه بشويه انا حبيت المهنه وابتديت اشتغل فيها. اوقات كتير في منافسه بيني انا وهو، لا انا اقول له لا انا في الجهاز ده في مشكلته كذا، هو يقول لي لا كذا، ممكن رايي يكون صح وممكن رايي يكون صح، انا بستفاد منه وهو بيستفاد مني. بناتي بيقولوا لي يا ماما احنا فخورين جدا بيكي، احنا مبسوطين انك انت قدرتي تنجحي وتوصلي لده. بنت تقول لي انا عايزه ابقى مهندسه تكييفات، والتانيه تقول لي انا عايزه ابقى فني تكييفات. اقول لهم ان شاء الله اتعلموا تمام المهنه وتعلموا وخلصوا دراستكم وانتوا المجال اللي انتوا عايزينه اشتغلوه. الرساله اللي انا كنت حابه اوصلها للشباب وللبنات، اشتغلوا، الشغل مش عيب، اشتغلوا على قد ما تقدروا. مفيش حاجه اسمها انا ما بعرفش اشتغل، كلنا اوقات كتير الظروف بتحطنا في شغل لازم نكون قده، لازم نثبت نفسنا احسن ما نحتاج لحد. شباب وبنات كتير جدا بيكلموني عايزين يتعلموا المهنه، نفسي اعلمهم كلهم، لا الامكانيه بتسمح عندي ولا المكان. فانا امنيت حياتي ان انا اكبر مكاني واعلم الكل بدون اي مقابل، لا لوجه الله.